بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد في كورس الامبيد ايثرنت، هنتكلم فيه عن كيفية كتابة اول برنامج بالفيجوال بيزك للتحكم في اضاءة واطفاء ليد من خلال بروتوكول اليو دي بي. البروجكت اللي احنا شغالين عليه حاليا ان احنا عندنا فيه ليد عايزين نتحكم في اضاءته من خلال انترفيس موجودة على الكمبيوتر. مضغط على البطن الاولاني ليد اون، الليد ينور. اضغط على الليد اوف، الليد يطفي. في الفيديو اللي فات احنا كتبنا الفيرم وير اللي نزلناه على المايكرو كنترولر عشان يشغل المايكرو كنترولر ك يو دي بي سيرفر، يستقبل الداتا اللي جايه له من الابلكيشن اللي موجود على الكمبيوتر اللي في الحاله دي بيشتغل ك يو دي بي كلاينت. وعملنا له تيست واختبرناه ببرنامج كنا نزلناه من على الانترنت وتأكدنا ان هو شغال بطريقة سليمة. الفيديو دوت احنا المفروض هنكتب فيه الكود الخاص بالفيجوال بيزك اللي من خلاله نقدر نعمل الابليكيشن ده اللي يبدأ يبعت سند للمسج اللي احنا عايزين نوصلها للمايكرو كنترولر عشان يتحكم في الليد. لغة البرمجة اللي هنستخدمها زي ما قلنا فيجوال بيزك، هنحط لكم رابط التحميل تحت الفيديو. احنا هنستخدم نسخة الفيجوال بيزك دوت نت اكسبريس. السبب الاولاني انها مجانية، بتنزلها وبتشتغل بها على طول. السبب الثاني انها حجمها صغير، حوالي 500 ميجا، فهتبقى سهلة في التنزيل وما تيجي تسطبها هتبقى خفيفة على الجهاز. هتنزل ملف هتلاقيه مضغوط، هتفك الضغط وتدور جواه على ملف اسمه setup.exe. ملف ده تعمل عليه كليك هيفتح لك نافذة، من خلال النافذة دي هيبدأ تسطيب برنامج الفيجوال بيزك 2008. هي كلها خطوات بسيطة، عبارة عن انك بتعمل نيكست، دي الاتفاقية بتوافق عليها وبتعمل نيكست. الاوبشن ده احنا مش هنحتاجه، ده خاص بالداتابيز او قواعد البيانات واحنا مش هنشتغل مع اي قاعدة بيانات. بعد كده هنقوله نيكست، هيديك المكان اللي انت عاوز تنزل فيه البرنامج تسطبه فيه، فاحنا هنسيبه على الوضع الافتراضي ونقوله انستول. هيبدأ يسطب البرنامج عندك على الجهاز بتاعك. بعد ما يوصل للنهاية هيديك الشاشة ديت وهتقول له exit. من قائمة start الخاصة بالويندوز هشغل البرنامج، هيتفتح قدامي ويظهر قدامي بالشكل ده. من قائمة فايل اختار new project، بقول لي حدد التمبليت اللي انت عايز تشتغل عليه. فاحنا هنعمل ويندوز فورم ابلكيشن، هنعمل واجهه لبرنامج يشتغل على الويندوز. فهنختار اول اختيار ويندوز فورمز ابلكيشن، اعمل عليها كليك. بعد كده بيقول لي حدد لي اسم البروجكت اللي انت عاوز تعمله، فعليك هتكتب اسم للمشروع، اختار اي اسم، انا هسميه تيست. بعد كده اقول له اوكي، يقعد يحمل ويبدأ يفتح لي الملفات بتاعة المشروع. الصفحة الأولانية كانت قدامنا دي كان اسمها start page، ممكن أقفلها. هلاقي صفحة تانية اسمها form1.vb، دي كده اسمها الفورم أو الواجهة اللي أنا أحط عليها الباتونز اللي من خلالها هبدأ انفذ البرنامج وابعت الداتا للدايره بتاعتي. لغايه دلوقتي احنا فتحنا بروجكت لكن لسه ما سيبناهوش. عشان نسيبه هنجي نختار الايقونه ديت او المطاف عليها، يقول لك سيف اول، هسيف كل ملفات المشروع. هعمل عليها كليك، بقول لك الاسم تيست، بقول لك حدد لي المكان اللي انت عاوز تسيف فيه، فاختار ادوس على البطن مكتوب عليه براوز وبحدد المكان. انا احط عندي في فولدر اسمه تيست، بقول له سيلكت فولدر، فهو كده اختاره. بعد كده بقول لك السوليوشن نيم اللي هو الاسم اللي احنا مختارينه،
الخاصة بالمشروع، هو بيطلق على المشروع سوليوشن، وبخلي علامة الصح دي عشان يجمع لي الملفات بتاعة السوليوشن أو المشروع في فولدر. بعد كده بقول له سيف. كده يبقى أنا سيفت ملفات المشروع. في مجموعة من النوافذ هنتعامل معاها كل مرة لما أجي أكتب برنامج بالفيجوال بيزك. ممكن أول ما تيجي تفتح السوليوشن النافذة دي ما تكونش مفتوحة، اللي على اليمين اللي قدامنا دي، دي اسمها نافذة البروبرتس أو الصفات، فأنا هقفلها عشان نعرف بعد كده احنا بتفتح ازاي. النافذة اللي قدامنا ديت دي اللي خاصة بالفورم اللي احنا هنحط عليه الباتونز بتاعتنا أو التولز اللي هنشتغل بيها ونبني بيها المشروع بتاعنا. طيب في نافذة تانية اللي انا بجيب منها التولز او الباتونز او غيره اللي هستخدمه عندي في المشروع. هاجي من الايقونة ديت اللي عليها علامة الشاكوش والمفتاح، هلاقي اسمها تول بوكس، هعمل عليها كليك تظهر لي النافذة هنا دي، عليها الادوات ان انا ممكن احطها على الفورم وابدأ ابرمج لها. دي بالنسبة للنافذة الاولانية. النافذة التانية اسمها بروبرتس، هنعمل عليها كليك تتفتح قدامنا اللي هي دي. طيب احنا قلنا النافذة دي بتاعة الادوات اللي انا عاوز اشتغل بيها واحطها عندي على الفورم زي الباتونز. طب النافذة دي بتاعت ايه؟ النافذة ديت اللي بتحدد لي الصفات او المواصفات بتاعة التول او الاداة اللي انا هحطها هنا على الفرن، وايضا بتحدد لي مواصفات الفرن زي ما هنشوف دلوقتي. في نافذة كمان اسمها Solution Explorer، عمل عليها كليك الاقي فتحت هنا، دي بتجيب لي الملفات بتاعة المشروع او Solution اللي انا شغال عليه. ممكن تقف لي هنا اعمل له هايلايت على فورم 1.vb على اساس ان انا واقف حاليا على النافذه اللي اسمها فورم 1.vb. احنا قلنا اللي في عندي نافذه اسمها نافذه الخصائص او البروبرتس، دي من خلالها بقدر اتحكم في بعض الصفات الخاصه بالفورم او التول اللي موجوده عليها. عشان ابدا اغير الصفات بتاعه الحاجه اللي انا عاوز اتعامل معاها، في الاول بختار الحاجه، فانا اختار مثلا هنا فورم 1 دي الفورم اللي انا هبدا اغير في الصفات بتاعتها. اول حاجه عاوز اغيرها العنوان بتاع الفورم، بدل ما يبقى اسمه فورم واحد انا عاوز احط عنوان تاني، فالعنوان ده بيتم تغييره من خلال خاصيه اسمها تكست. هاجي على التكست واروح اعمل دبل كليك على الخانه اللي موجود فيها العنوان واكتب العنوان اللي انا عايزه، فانا هكتب كلمه تكست. بعد كده اروح اعطي انتر، اول ما ادي انتر على طول الاقي العنوان اتغير من فورم واحد بقى تيست. امال ليه ما اتغيرش هنا؟ يعني هنا كان في فورم واحد فلما غيرته بقى تيست اتغير، لكن هنا ما اتغيرش وهنا برضو زي ما هو. اللي انا غيرته هنا خاصيه خاصه اسمها العنوان، عنوان الفورم ايه، لكن ده كده اسم الملف في المشروع. فلما بتعامل هنا بتعامل مع الصفات بتاعه التول او الفورم اللي انا بغير الخصائص بتاعتها، فانا كده غيرت العنوان مغيرتش الاسم الملف اللي متخزن فيه الفورم. طبعا دي كلها خصائص او صفات يمكن التحكم فيها، من ضمنها اللون الخلفيه بتاعه الفورم اللي قدامي ديت، اتحكم في البوكسز اللي فوق ديت، اتحكم مثلا في الطول والعرض بتاعها، في خاصيه هي اسمها سايز، لو جيت فتحتها كده ودوست على الزائد دي كده اقول لك الويت 300، ممكن اغير فيه اقول له مثلا خليه 400 وادي انتر الاقي الويندو كبرت معايا عرضها زاد. ممكن برضه اخلي الارتفاع بتاعها 400، او بالنسبه للفورم ممكن اجي من المقابض دي كده واقلل وازود، او من هنا كده. يبقى كده بقدر اتحكم في الصفات بتاعه الفورم، وزي كل ما اغير العرض او الطول واشيل ايدي عن الماوس الاقي على طول التغيير ظهر عندنا في نافذه الخصائص او البروبرتس ويندو. طيب ده بالنسبة للفورم. طبعا احنا مش هنشرح كل حاجة في البرنامج لان ده خارج نطاق الكورس، احنا بنشرح بس الحاجات اللي هتهمنا في الكود اللي احنا عايزينه عشان نشغل بيه الدايرة.
زي ما شفنا في الفيديو اللي فات اللي احنا محتاجين لتلاتة بطن. البطن الاولاني ليد اون، ده كان بضغط عليه بيبعت لي رسالة عبارة عن كابيتال بي واحد هاش. والبطن التاني ليد اوف، ده برضو لما اضغط عليه او اعمل عليه كليك بيبعت لي رسالة عبارة عن كابيتال بي اتنين هاش. والبطن التالت ده اكزيت، لما اضغط عليه ينهي لي عمل البرنامج. فانا هاجي هنا على القائمة بتاعت التول اللي هي التول بوكس، واجي اختار منها التول اللي اسمها بطن واعمل عليها كليك واسحبها معايا. يبقى انا كده ايه، اخترت اول بطن. ممكن اكبره شوية كده، ده كده اول بطن. ببدأ بعد كده اظبط الابعاد بتاعت البطنز. طيب بعد كده عايزين نكتب ليد اون على البطن الاولاني، ليد اوف على البطن التاني، واكزيت على البطن التالت. طبعا ده هيتم من خلال نافذة الخصائص او البروبرتس. طيب لو جيت وقفت على البطن الاولاني وعملت عليه كليك عشان ابدا اتعامل مع الخصائص بتاعته، اي اوبجكت عندي او تول عندي على الفورم عاوز اغير الخصائص بتاعتها لازم اختارها الاول، اعمل لها سيلكت من خلال بعمل عليها كليك. طيب نيجي على البطن الاولاني، عايزين نغير التكست اللي موجود عليه. هلاقي فيه هنا في الخواص الخاصيه اللي اسمها تكست. طيب في برضو هتلاقي في التكست هنا هتلاقي مكتوب عليها بطن واحد، هتلاقي في برضو خاصية تانية اسمها نيم اللي هي قدامنا دي، هتلاقي برضو مكتوب فيها بطن واحد. يا ترى بقى اللي المفروض يتغير البطن واحد اللي تبع الخاصية نيم ولا البطن واحد اللي تبع الخاصية تكست؟ التكست دي هي اللي خاصة بالكلام اللي هيظهر على البطن. فلما هعمل هنا دبل كليك كده واكتب ليد اون وادي انتر، الاقي الليد اون ظهرت عندك على البطن. امال النيم دي بتاعت ايه اللي مكتوب عليها بطن واحد؟ ده كده بيدي اسم للبطن، من خلال الاسم ده اقدر اوصل له جوه الكود. يعني دلوقتي لما اجي احب اكتب كود لما اضغط على البطن اللي مكتوب عليه ليد اون الكود ده يتنفذ، فمن خلال الكود بيقدر يوصل لي البطن ده باسم بطن واحد. احنا ممكن نغيره ونديله اي اسم تاني، بس احنا هنسيبه هنا على الديفولت اللي هو بطن واحد. يبقى الخاصية بتاعت النيم ديت دي الاسم الكلام اللي موجود فيها او الاسم اللي موجود فيها ده من خلاله بقدر اوصل للبطن ده في الكود، بينما هنا التكست ده الكلام اللي هيظهر على البطن اللي موجود على الفورم. بعد كده هنكرر نفس الكلام مع بطن اتنين، هنقف عليه نعمل عليه كليك عشان نعمل له سيلكت، ونرجع على الخاصية تكست ونقول له ليد اوف ودي انتر، الاقي على طول كتب على البطن ليد اوف. نفس الكلام هنعمله مع البطن التالت، ونقف على تكست ونغير الكلام ونخليه اكزيت ودي انتر، فلاحظ ان هو بقى اكزيت. ممكن برضو اغير الفونت بتاع كل بطن، بعمل سيلكت على البطن اللي عاوز اتعامل معاه وادور على الخاصية اللي اسمها فونت. لا في عندك هنا فونت، واجي هنا في عندك بطن عليه تلات نقط اعمل عليه كليك. تقدر من خلال الصندوق دوت تحدد نوع الفونت انت عاوز تستخدم معاه، وتحدد كام مثلا بولد او تاليك، وتحدد السايز بتاعه. يعني مثلا لو خلينا 10 وقلنا له اوكي هتلاقي الحجم زاد. بعد ما خلصت وضع التولز اللي انا عايزها وحطيت الخصائص بتاعتها، فانا دلوقتي ما عنديش محتاج خلاص للتول بوكس، ممكن اخفيها، والبروبرتس ويندو برضو ممكن اخفيها. طيب
دلوقتي بقى احنا عايزين نوصل للمكان اللي هنكتب فيه الكود، فيما حاجة هنا من خلال الطول اللي قدام ديت مكتوب عليها فيو كود واعمل عليها كليك، يا اما اعمل رايت كليك واختار فيو كود، فيفتح لي نافذة تانية اقدر اكتب من خلالها الكود. زي ما احنا شايفين كده الكود ده خاص بفورم واحد، فورم واحد اللي هي الفورم اللي احنا كنا بنشكلها من شوية. لما ترجع تاني لنافذة الكود هتلاقي في سطرين اللي هما public class form 1 و end class، الغرض منهم ان انا بكتب جوه السطرين دولت اي كود خاص بالتولز اللي موجودة على الفورم. اي تول موجودة عندي هنا على الفورم هيتكتب لها كود، هيتكتب داخل كود هيتكتب داخل السطرين اللي قدامي دول. لغة الدوت نت دي اسمها Object Oriented Programming أو لغة البرمجة الشيئية، دي الترجمة بتاعتها بالعربي. يعني إيه؟ يعني بيبقى في عندي Classes موجودة، دي موجودة في الدوت نت اللي عندي على الجهاز، والأكواد بتاعتي بتستنسخ منها اوبجكت. الاوبجكت دي بشتغل بيها الاوامر بتاعت البرنامج، يعني مجموعة الاوامر اللي هتكتب هنا هتستنسخ اوبجكت او اكتر من مجموعة كلاسز. طيب الكلاسز دي اللي هاخد من اللي هستنسخ منها اوبجكت موجوده فين؟ موجوده في اماكن انا بستوردها او بجيبها منها. اجيبها منها ازاي؟ حاجه كده في البدايه السطر الاولاني واقول له اقف على اول السطر وادي انتر واطلع على السطر الاولاني واحط المسميات دي. ايه بقى المسميات ديت؟ الاماكن اللي ممكن استنسخ منها دي المسميات بتاعتها، اسمها system، ده كده اسمه name space. name space ده هيبقى فيه الكلاسز اللي انا عاوز استنسخ منها object. طيب بجيبه ازاي او ادخله عندي هنا ازاي؟ بقول له imports system. برضو في name space تاني اسمه system.net، وسيستم تالت وبرضه نيم سبيس تالت سيستم دوت نت دوت سوكيتس وسيستم دوت تكست دوت انكودنج. كل المسميات ديت انا بجيبها عندي في الكود اللي انا بكتبه قبل بابليك كلاس فورم واحد عن طريق الامر امبورتس عشان ابعت الداتا للدايره بتاعتي بتاعت المايكرو كنترولر. احنا كنا كاتبين في الكود بتاع المايكرو سي في الفيديو اللي فات اللي احنا شغالين على البورت اللي كان رقمها 60000. فانا بقول له هنا بقى ايه؟ بقول له ديم. ديم دي معنى ده يعتبر عرف لي المتغير الجاي. المتغير ده اسمه ايه؟ اسمه سيندنج بورت. طيب المتغير ده الطيب بتاعه ايه؟ هيبقى انتجر. بقول له dim sending port as integer وبديله القيمة اللي انا عايز احطها فيه اللي هي 60000. زي ما كنا بنكتب في المايكرو سي تعريفات للمتغيرات اللي كنا بنستخدمها في الكود، هنعمل برضو هنا تعريفات للمتغيرات اللي احنا هنستخدمها هنا في الكود. فهاجي على اول سطر بقى جوه الكلاس ادي انتر واكتب التلات سطور دول. ايه بقى التلات سطور دولت؟ اول حاجة هنحدد رقم البورت اللي انا هستخدمه هنا، متغير اللي اسمه sending port، مش شرط اكتبه بنفس الاسم، ده متغير انا اللي حطه من عندي، يعني ممكن اغير الاسم بس انا فضلت الاسم ده sending port، عشان ده يبقى رقم البورت الخاصة بالارسال. بعد كده السطر الثاني
عايزين نقول له بقى ايه، انت هتبعت داتا هتوديها لنا لاي بي معينه على الشبكه، يبقى انا عاوز اخزن هنا الاي بي اللي هنبعت لها الداتا اللي هي الاي بي بتاعت المايكرو كنترولر. احنا كنا كاتبينها مكالمه بالمايكرو سي، كنا كاتبين الاي بي بتاع المايكرو كنترولر كان 192.168.1.10، فبحدد له العنوان اللي هيبعت عليه الباكت. طيب فبقول له بقى ايه، بقول له ديم اي بي، ده برضو اسم انا بختاره اختصار اللي هو الاي بي ادرس از سترينج، لان كده العنوان ده كده على بعضه سترينج، اللي حطه بين دبل كوتيشن، يبقى التايب بتاع الاي بي سترينج، وافتح دبل كوت واحط 192.168.1.10 واقفل بدبل كوت، يبقى ده كده العنوان. طيب البرنامج دوت بيعتبر كلاينت، بيروح يبعت الداتا لسيرفر، السيرفر ده اللي هو ايه، اللي هو المايكرو كنترولر بتاعي. ايه اللي خلاه ان هو يبقى سيرفر؟ الكود اللي انا حاطه جواه باستخدام الايثرنت لايبراري اللي احنا مشغلين بيها. طيب عشان كده انا كاتب هنا بقى ايه، سيرفر اي بي ادرس، ده عنوان السيرفر. فين السيرفر ده؟ اللي هو العنوان بتاع المايكرو كنترولر. يبقى في الحاله دي البرنامج ده يعتبر كلاينت، بيروح يخاطب السيرفر يبعت له داتا. في السطر الثالث بقى انا هبدا اعرف اوبجكت، الاوبجكت ده اسمه هديله مسمى، فانا هسميه سيندنج كلاينت. طيب بقول له بقى ايه، ديم سيندنج كلاينت از نيو يو دي بي كلاينت. انا هنا بقى بعمل عمليه استنساخ من كلاس اسمه يو دي بي كلاينت. فين ده الكلاس ده، او الكلاس ده موجود فين؟ موجود عندي في النيم سبيس اسمها سيستم دوت نت دوت سوكيتس. طبعا انا ما يهمنيش حاليا الكلاسات دي موجوده عندي في انه نيم سبيس، انا كل اللي بكتبه بس بكتب الاسماء المسميات بتاعه النيم سبيسز وببدا اشتغل الاكواد زي ما احنا شايفين كده. بس انا اللي عايزك تعرفه ان انا بعمل ايه، بعمل اوبجكت، الاوبجكت ده بستنسخه من كلاس اسمها ايه، يو دي بي كلاينت. يبقى عشان كده بقول له ايه، از نيو يو دي بي كلاينت. طيب الاوبجكت ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا استخدمه في ارسال الداتا، ممكن اغير الاسم، فانا اخترت زي ما بقول لحضرتك سيندنج كلاينت. طيب اليو دي بي كلاينت ده هيشتغل على اليو دي بي بروتوكول، يبقى الاوبجكت ده هيرسل لي باكت او داتا للشبكه باستخدام اليو دي بي بروتوكول. يبقى ده وظيفة السطر الثالث. دلوقتي احنا عايزين نكتب الاكواد اللي عايزينها تتنفذ لما اعمل كليك على البطن. احنا هنكتبها فين؟ هنكتبها في المنطقة دي داخل الـ public class form 1. طيب في طريقة سهلة عشان نعمل الموضوع ده، هاجي هنا على النافذة بتاعت الفورم 1 واجي على البطن اللي انا عايز اكتب له الكود واعمل عليه دبل كليك، على ايه اتفتحت النافذة بتاعت الكود واتضاف لي السطرين، السطرين دول اللي هكتب جواهم الكود الخاص بالتنفيذ بتاع البطن لما اعمل عليه كليك. طيب الدالة دي فيها ايه؟ فيها بقى مجموعة الاوامر اللي انا هحطها عشان تتنفذ اثناء الضغط. طب هو كاتب لك هنا ايه بقى؟ كاتب لك اسم الدالة، انا ما يهمنيش كل المسميات دي، اللي يهمني حاجة واحدة بس اللي هو الاسم ده، ده اسم البطن اللي احنا عملنا عليه كليك، اسمه بطن واحد، ده الاسم بتاعه بطن واحد، ده عرفنا ان هو الاسم. امال كليك ده ايه؟ بقول له الاسم اندرسكور كليك، كليك ده الحدث او الايفنت. يعني ايه؟ يعني بقول له نفذ لي الكود اللي هنا اللي انا هكتبه دلوقتي لما يتم الضغط او عمل كليك على البطن واحد. طيب الكود ده هيتكتب فين؟ داخل
الدالة دي او الروتين ده اللي بيبدأ ب برايفت سب بتون واحد كليك وبينتهي باند سب. يبقى انا بكتب هنا الكود. ايه بقى الكود ده؟ اللي هو الكود ده دلوقتي احنا عايزين لما نظهر البطن الاولاني اللي هو بطن واحد يبعت لي داتا للمايكرو كنترولر. الداتا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 حروف يعني string نص. النص ده عبارة عن ايه؟ بي كابيتال 1 هاش. ده اللي احنا اتفقنا عليه في الفيديو اللي فات. طيب ده كده string نص، بس الداتا لما تتبعت مش هتتبعت نص كده، ده هتتبعت كاركتر كاركتر. الداتا بتتبعت ما بين الكمبيوتر والدايرة بتاعتي، سواء كنت بشتغل يو دي بي او تي سي بي، على شكل اسكي كود. طيب يبقى انا محتاج احول السترينج ده لكاركتر. هما كام كاركتر؟ 3. يبقى انا عاوز ابعت كل كاركتر لوحده. فالكلام ده يتعمل ازاي بقى؟ بعرف مصفوفة، بقول له dim buffer واعمل قوسين، يبقى كده ايه؟ عرفت مصفوفة. وقلت له ايه؟ as byte يساوي ASCII dot get bytes، واحط بين الدبل كوتيشن الداتا اللي انا عاوز ابعتها. اللي قدامنا ده جدول الاسكي كود، عبارة عن مجموعة ارقام من الزيرو لغاية 127 يعني 128 كاركتر. طيب في البداية مجموعة كاركتر ما بتطبعش على الشاشة، دي خاصة بالتحكم. خد بقى من اول الكاركتر اللي هو رقمه 33 لغاية الكاركتر اللي هو رقمه 126، دي كلها بقى الارقام والحروف العلامات الخاصة اللي على الكيبورد. يبقى العلامات اللي على الكيبورد اللي انت بتشوفها وبتضغط عليها مكون بتكتب نص او بتكتب تكست، ديت ليها ارقام. الارقام دي اسمها الاسكي كود، تبدأ من 33 دي علامة التعجب لغاية علامة الويف دي او الموجة رقمها 126. هتلاقي عندك الارقام الزير والواحد والاثنين لغاية 9، رقم من 48 لغاية 57، وعندك الحروف الانجليزي ال A وال B وال C كابتل وسمول، كل حرف من ده ليه رقم، يعني مثلا ال A 65 ال B 66 وهكذا. ده المقصود بالاسكي كود. نرجع تاني بقى للكود. انا عاوز ابعت الكاركتر اللي قدامي دي بـ1 هاش، فاحنا اتفقنا انها هتتبعت اسكي كود. فايه اللي هيعمل الكلام ده؟ الامر اللي انا بكتبه ده، بقول له اسكي دوت جيت بايتس، هيروح يجيب لي الكود بتاع حرف البي كابيتال وتخزن فيه المصفوفة في الاندكس الاولاني اللي هو بفر اوف زيرو، هيطلع عندي رقم. طيب بعد كده هيروح يجيب الكود بتاع رقم واحد ويخزنه في المصفوفة وتحط في الاندكس التاني. بعد كده يروح يجيب الكود بتاع الاتش بتاع الهاش وتخزن في المصفوفة وتحط في العنصر التالت. يبقى انا كده خدت السلسلة النصية ديت وحولتها لتلاتة اسكي كود خزنتهم في المصفوفة اللي اسمها بفر. اسكي دوت جيت بايتس دي موجودة في النيم سبيس اللي اسمه سيستم دوت تكست دوت انكودنج. يبقى النيم سبيس ده كان خاص بالامر اللي احنا بنكتبه ده، والنيم سبيس ده بتاع سيستم دوت نت دوت سوكتس كان خاص باليو دي بي كلاينت. برضو زي ما قلت لحضرتك انت مش محتاج تعرف مسميات بتاعت النيم سبيسز، انت بس هتكتبها في الاول. الخطوه اللي بعد كده بقى ان انا ابعت الداتا ديت المتخزنه في البفر
على الشبكة عشان توصل للمايكرو كنترولر بتاعي. الأوبجكت اللي أنا كنت استنسخته ده وسميته sending client هكتبه وأودي دوت. بعد كده في أمر هستخدمه خاص بالإرسال موجود عندي في الأوبجكت ده، الأمر ده اسمه send. أول حاجة بكتبها أفتح قوس وأكتبها الداتا اللي أنا عايز أبعتها. طب الداتا دي موجودة فين؟ موجودة في المصفوفة اللي اسمها buffer، فبكتب اسم المصفوفة تحتوي على الداتا اللي عاوز أبعتها كما. بعد كده المفروض أبعت الطول بتاع المصفوفة فيها كام عنصر، فأجيبه ازاي؟ لو كتبت اسم المصفوفة ودوست دوت في أمر برضو اسمه length هكتبه. اللينث ده صفة خاصة بالبفر أو بروبرتي خاصة بالبفر، فاحنا تجاوزا هنقول عليها أمر. الصفة دي اللي هي اللينث بتحدد لي طول المصفوفة، زي برضو السند ده احنا تجاوزا بنقول عليه أمر، هو ده اسمه أسلوب أو ميثود، عبارة عن دالة بنحط فيها البارامترز دي عشان تتنفس. بعد ما بكتب اللينث بتاع الداتا اللي انا عاوز ابعتها بكتب العنوان بتاع السيرفر اللي رايحه عليه الداتا او الباكت. طب العنوان ده اللي هو فين؟ اللي هو قدامي ده اللي متخزن فيه الاي بي، فانا هقول له اي بي. البارامتر اللي بعد كده نكتب اسم نكتب رقم البورت اللي هي 60000 اللي متخزن عندي في السندنج بورت، فبحطها في البارامتر الاخير. برضو في حاجه عاوز اعرفك عليها، لو احنا جينا كتبنا ما اكتب بقى الاوامر او اي حاجه هنا في الفيجوال بيزك دوت نت او في الفيجوال ستوديو عموما، لو مثلا جيت كتبت بدل اللي هو السندنج كلاينت بدل ما اكتب دي دوت سند حاجه اقول له ايه؟ سندنج، شايف ايه اللي بيحصل؟ بيديك هنا الاوبجكت اللي انت معرفه، بدوس على مفتاح التاب على الكيبورد تمام واضغط دوت الاقي اعطيني قائمه تانية واختار منها البروبرتيز اللي انا عاوزها او الميثودز اللي انا عاوزها، فهكتب سند هيجيبها لي واروح دايس على التاب تمام كده. ده بدل ما اكتب بايدي ممكن اختارها على طول من المنيو اللي بتظهر لي. طبعا هنمسح الكلام دوت خلاص، انا كنت بس بوريك ازاي تشتغل او تكتب على في الفيجوال بيزك. نفس اللي عملناه مع البطن الاولاني هنكرره مع البطن الثاني. هاجي على البطن الثاني واعمل عليه دبل كليك، اروح فاتح لي برضو داله او سب روتين اكتب جواه الكود. طيب نفس الكود اللي احنا كتبناه ده هو ده، بس بدل ما هبعت بي واحد هاش ده هبعت بي اتنين هاش. في النهاية يفضل عندي البطن الأخير اللي هو اكزيت، هعمل عليه دبل كليك هيديني الفانكشن بتاعته، هكتب جواها كلمة اند. أول ما ببدأ أكتب الاند هلاقيها ظهرت عندي، أختارها بالماوس أو أعمل على ضغط على مفتاح التاب اللي على الكيبورد. تعال نشوف ازاي بقى نبدأ نشغل البرنامج. هتلاقي عندك فوق في المنيو بار قائمة اسمها ديباج، عامل عليها كليك هتلاقي فيه امر اسمه ستارت ديباج، او انت هتلاقي فيه عندك ايكون على البار مكتوب عليها ستارت ديباج، اعمل عليها كليك يبدأ البرنامج يشتغل ويظهر لك النافذة بتاعت الاوامر اللي احنا كنا عاملينها. اول ما اضغط على اي بطن من دول المفروض دلوقتي ان هو بيبعت لي الاوامر. لو كان في ايرور هيحصل كان هيظهر لك تحت هنا اللي فيه عندك ايرور. اكزت كده بينهي عمل البرنامج بعد ما اتاكد ان البرنامج شغال بطريقه صحيحه. هاجي على المنيو بار من فوق الاقي في قائمه اسمها بيلد، اعمل عليها كليك هيظهر لي بيلد تيست. تيست ده اسم البروجكت اللي احنا عاملينه. اول ما اعمل عليه كليك ده يعمل لي نسخه نهائيه من البروجكت بامتداد اي اكس اي.
لما افتح الفولدر تيست اللي مخزن فيه البروجكت او السوليوشن هلاقي فيه ملف امتداده .sln اختصار لسوليوشن واسمه تيست. ده الملف بتاع البروجكت، لو عملت دبل كليك عليه هيتفتح جوه الفيجوال بيزك، واعمل لي فولدر تاني جنبه اسمه تيست، ده هلاقي فيه ملفات المشروع كله، افتحه كده. طيب ملف التنفيذي بقى اجيبه منين؟ هلاقي فيه فولدر اسمه بن اختصار باينري، اعمل عليه دبل كليك افتحه، هلاقي فيه اتنين فولدر، فولدر اسمه ديباج وفولدر اسمه ريليز. الديباج ده فيه ملف اسمه تيست، ده باسم المشروع .exe. ده تم انشاؤه لما كنت بعمل ديبانج من داخل الفيجوال بيزك اي دي اي، فلو جيت عملت عليه دبل كليك هلاقي البرنامج بيتفتح، اعمل اكزيت وارجع تاني اخش على الريليس هلاقي ده الملف النهائي اللي انا ممكن استخدمه او اديه لحد تاني يستخدمه، اللي هو التست دوت اي اكس اي، ده اللي موجود فيه الفولدر اللي اسمه ريليس، عامل عليه دبل كليك يشتغل لد اون لد اوف اكزيت. كده احنا خلصنا البرنامج بعد ما بوصل الدايره على الشبكه، ونقدر نشغل برنامج متحكم في الدايره زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، بحيث لما اضغط على لد اون البتون الليد ينور، ومضغط على ليد اوف الليد يطفي. لو جينا بصينا تاني على الكود، قلنا عشان نبعت باكت بتحتوي على الداتا على الشبكة للدايرة بتاعتنا، كنا بنكتب العنوان بتاع الدايرة اللي هو الاي بي بتاعها اللي كنا مخزنينه جوه المايكرو سي، اللي هو 192.168.1.10. طيب معنى كده ان الكود ده عشان اكتبه يتطلب معرفة مسبقة بالاي بي اللي موجود جوه المايكرو كنترولر. طب هل في طريقة تانية ممكن اكتب بيها الكود من غير ما احدد الكود اللي موجود جوه المايكرو كنترولر بتاع الاي بي؟ قال له قال في اي بي تاني عام بكتبه، اول ما اكتبه هنا في الكود ده بتاع الفيجوال بيزك بيبعت لي الداتا تمشي على الشبكة موجهة لأي جهاز موجود على الشبكة، يعني ما بيخصش الدائرة بتاعتي بس بالبيانات، ده كده البيانات دي هتروح لأي جهاز موجود على الشبكة. طيب الاي بي ده اسمه برودكاست اي بي، اللي هو كان بقى 255.255.255.255. ده كده اي بي محجوز للشبكة الداخلية. من خلال الاي بي ده ممكن مرسل واحد يبعت باكت لكل الاجهزة اللي موجودة على الشبكة واللي بتستقبل داتا، ده اسمي بسميه برودكاست ادرس، برودكاست ادرس. ده احنا هنستخدمه في الكود بتاعنا. فكل اللي انا هعمله هاجي على الاي بي ادرس اللي كان 192.168.1.10 واغيره الى 255 متكرره 4 مرات. كده اي داتا هتطلع من الكلاينت تمشي على الشبكة تروح لكل الأجهزة الموصلة على الشبكة. طيب مين بقى اللي هيستجيب للداتا المبعوتة ديت؟ الدايرة بتاعتنا، لأنها هتشيك على أو تعمل شيك على 60,000، دي أول نقطة. تاني حاجة هتعمل شيك على حرف البي وعلى حرف الهاش، وتبدأ تتأكد من صحة 60,000 وبداية الرسالة ونهايتها. لو تلاقي الكلام ده مظبوط تبدأ تاخد الداتا اللي هي الواحد او الاتنين وتنفذ الاوامر بتاعة الدايرة. يبقى انا كده من خلال البرودكاست اي بي ادرس قدرت
اتجنب معرفة الاي بي ادرس بتاع الدايرة اللي انا عايز البرنامج ده يكلمها. فبمجرد منزل البرنامج ده على الكمبيوتر في اي شبكة هيقدر يبعت لاي دايرة متصلة عليه. الشرط الوحيد اللي انت بتحدده اللي هو رقم البورت وبداية ونهاية الرسالة. لو حبينا نعمل تيست للبرنامج بعد ما غيرنا الاي بي ادرس واستخدمنا البرودكاست اي بي واشغل البرنامج، هفتح البرنامج اللي احنا نزلناه المرة اللي فاتت مع الانترنت اللي هو يو دي بي كلاينت سيرفر، بس المرة دي انا هشغله سيرفر عشان يستقبل الداتا من الفيجوال بيزك بروجرام اللي احنا عاملينه. هظبط البورت بتاعتنا على 60,000 زي ما احنا مكاتبين في الكود بتاع الفيجوال بيزك. مش هيهمني بقى ان انا اغير الاي بي لان دلوقتي انا بخاطب اي اي بي موجود عندي على الشبكه، واقول له ستارت سيرفر، بعد كده اقول له ليد اون، هلاقيه ظهر لك هنا ايه الرساله اللي تم ارسالها. الرساله دي جت منين؟ جت من الفيجوال بيزك كلاينت، راحت للسيرفر اللي معمول من خلال البرنامج اللي احنا نزلناه، فاتبعت B1#. طيب اي لو ضغطنا على ليد اوف يبعت لي B2#. فاحنا كده اتاكدنا ان الكود اللي احنا كاتبينه شغال تمام. طيب تعال كده نوقف في السيرفر، هنقول شات داون ونغير البورت اللي احنا هنبعت من خلالها. خليها مثلا 60,001، هي المكتوب هنا كام؟ 60,000 في الكود بتاع الفيجوال بيزك. اقول له ستارت سيرفر وابدا ابعت تاني، مش هلاقي فيه حاجه بتتبعت، لا ليد اون ولا ليد اوف، لان انا غيرت البورت اللي بيتم من خلالها ارسال الداتا. طيب وقف تاني شوت داون ورجعها تاني على 60,000، قول له ستارت سيرفر وابدا ابعت تاني، هتلاقي الداتا بتتبعت تاني زي ما احنا شايفين. شكرا جزيلا.